عيش حرية عدالة اجتماعية، هي دي مطالب الثورة اللي لسه ما اتحققتش لحد دلوقتي. بتمنى طبعا الحكومة الجديدة تقدر تحقق اللي ما قدرتش الحكومات اللي قبل كده تحققه، من أهم مطالب الثورة هو تحقيق العدالة الاجتماعية. فخلينا نقول إن ده ما يمنعش طبعا إن الحكومة هي حكومة انتقالية، بس ده ما يمنعش إن هي ترسي قواعد الأولى لمشروع الثورة. فمعانا ضيفنا النهارده هو دكتور صلاح هشام، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنميه والحمايه الاجتماعيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دينا. خلينا في البدايه بس نفهم الناس بمفهوم بسيط جدا، مفهوم العداله الاجتماعيه كاهم واحد مطالب ثوره 25 يناير. طبعا السؤال مهم جدا، لانه حتى الحكومه دلوقتي لو سالتيها السؤال مش هتجاوب عليه، لانه واضح جدا ان مفهوم العداله الاجتماعيه مفهوم بيحمل لغط كبير جدا بين اغلب الحكومات الموجوده، وبيقصروا دائما مفهوم العداله الاجتماعيه في مفهوم الاجور فقط، وخاصه الحد الادنى. عندما اي حد يتكلم عن العداله الاجتماعيه يتكلم عن الاجور فقط، وكان العداله هي فقط الاجور. طبعا احنا عندنا مفهوم اسمه عداله الاجور، ولكن مش هي العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه مفهوم اوسع وادق كبير جدا من مجرد انه يبقى الاجور. حتى لو بيتكلم عن الاجور، دائما عندما يتكلم عن عداله الاجور بيتكلم عن الحد الادنى، على الرغم ان العداله في الاجور هي الحد الاقصى وليس الحد الادنى. المشكله مش في الحد الادنى، لانه الناس كده كده تعبانه، المشكله في القله الصغيره عددا يعني، وبتحظى على اكبر قدر من موارد الدوله، وعدد كبير جدا من ابناء الدوله بيحصلوا على موارد اقل. وبالتالي العداله، مفهومهم للعداله الاجتماعيه هو مفهوم سيء جدا. مش بس الحكومة الحالية والحكومة ما بعد الثورات، على مدار التاريخ كانت مفهوم العدالة الاجتماعية مطلب أساسي، لأنه دائما بيرتبط بذهنية الحاكم. وحاول يتم يعني يحاول تطبيقه، بس خلينا فعلا يا فندم. عبد الناصر حاجتين ما عرفش يحققهم، لا العداله ولا الديمقراطيه. ده خلينا طيب. ولو قعد طول حياته يعني اي حد هيجي يتكلم عن الموضوعين دول هيغرق. بس موضوع العداله الاجتماعيه مفهوم نسبي، يعني اسهل تحقيقه، غير الديمقراطيه باعتبار انها وهم مرتبطه بثقافه الشعوب. يعني لو في اليات ان الحكومه طبقت على نفسها مفهوم العداله، مفهوم العداله مثلا بيحمل من ضمن مفهوم تكافؤ الفرص. بالظبط. احنا عايزين يا فندم، عايز حضرتك تشرح لي في خطوات كده ايه هو مفهوم العداله الاجتماعيه. طبعا العداله الاجتماعيه، كلمه العداله الاجتماعيه هو التنميه المنحازه للفقراء. يعني عندما اصنع اي برامج تنميه او اعمل اي مشروعات استثماريه او اعمل اي حاجه، لازم يكون هذا النمو اللي بيصاحب عمليه التنميه في مصر لابد ان يكون منحازا للفقراء لما اضع اي سياسات. لكن اللي كان بيحصل ان كل التنميه بتنحاز الى راس المال اللي هو اصلا بتاع الاغنياء، وبالتالي اللي بيدفع مغارم التنميه هي المصريين اللي هم النصيب الاكبر من الفقراء. وبالتالي عدد كبير جدا من المشروعات التنمويه بتؤدي الى زياده عدد الفقر. يعني حاجه غريبه جدا، هي التنميه المفروض تقضي على الفقر والمفروض انها تزود الفقر، اللي بيحصل ان التنميه بتؤدي الى زياده عدد الفقراء. هو حضرتك بتتكلم كده بتفكرني لما بيحبوا يعملوا مثلا مشروع للشباب سكن، فيروحوا بدل ما يعملوا مشروع سكن للشباب بيروحوا يعملوا كومباوندز للاغنياء اللي هم اساسا عايشين في فيلا، اللي هم يديله ارض ويديله ارض رخيصه جدا، ويديله متر ارض في يعني ب 50 جنيه، ويدي للفقير في منطقه ثانيه بيديله متر ب 300 جنيه 350. يعني بيطرح اراضي معينه اللي بتعمل كومباوند ب 50 جنيه المتر، وبيعمل للفقراء والاسكان الاشواق المتر ب 350 جنيه على الاقل خالص في المناطق الصحراويه. وده بيشكل عبء كبير جدا على الشاب ان هو ينتقل الى هذه المشكله. هي الفكره انه الحاكم او النظام الحاكم دائما يعني بيطلق شعارات حب الوطن. نحن نحتاج الى حاكم او الى نظام يعكس حبه للوطن في حبه للمواطن. يعني طبعا يا فندم، حبه للمواطن اللي هو الفقير دائما يعني يفكر في هذا المواطن. اي قرار انا بصدره، هذا القرار في صالح الانسان الفقير الضعيف ولا لا؟ لكن للاسف كانت معظم القرارات بتنحاز الى مصلحه الاغنياء، وهو تزاوج المال زي ما حضرتك انحياز لراس المال. وبالنسبه نقول الدوله اعادت انتاج الفقر بشكل معين، تديك مظهريه حضاريه انه في مباني وفي منشات كبيره جدا، لكن في النهايه خالص ان في طوابير من الفقراء عماله تنتج كل يوم، مش قادرين على انهم يستوعبوا هذا التقدم الموجود. ويمكن ساره فعلا ادت مثال جميل جدا وجيف في دماغي على طول، وفكره اول ما بنيجي نقول مشروع سكن ومشروع للشباب. انا فاكره كويس جدا ايام 6 اكتوبر كانت لسه صحراء، كان ده مشروع سكن للشباب، ورحنا لقينا 6 اكتوبر كلها كومباوندز ومن اغلى المناطق اللي الناس ساكنه فيها في مصر. خلينا نيجي لمشروع عبد الناصر يا فندم، وده بعد ثوره 52. يمكن بالفعل عبد الناصر كان عنده مشروع واضح الملامح وبدا تنفيذه. هل ممكن نستكمل المشروع اللي بداه عبد الناصر؟ وهل المشروع حضرتك من وجهه نظرك شايف انه نجح، وهل يتوافق مع الزمان ده، ولا ما كانش لازمه خالص؟ لا طبعا، اي مرحله تنمويه دينا بتبقى مرتبطه بالظروف اللي سامحاها.
يعني عبد الناصر دلوقتي لو جه دلوقتي في التوقيت الحالي مش هيقدر، لانه طبعا في فئات كثيره متصارعه وفي قوى سياسيه موجوده في وقيمه الجنيه نفسها ما بقتش زي قيمه الجنيه. لا ما اعتقدش ان انا اقدر اجيب دلوقتي شخصيه كربونيه من عبد الناصر واقول انه ينفع في كل العصور، كل مرحله لها القائد بتاعها طبعا. وبالتالي حتى في علم النفس ودراسات الشخصيه الاجتماعيه بيقولوا انه كل مرحله زمنيه بيطلع قائد او زعيم بيخلق الظرف الاجتماعي بيقود المرحله الى مرحله ثانيه. نحن نحتاج الى قائد يتواكب مع المتغيرات العصريه الموجوده، يتواكب مع حاله الانشقاق الموجوده في الشارع المصري، قادر على لم الشمل. ده لازم الناس تشعر ان هذا الحاكم الجديد او هذا الزعيم منحاز لمصالحهم، منحاز للقمه العيش بتاعه الفقراء وليس لفئه معينه. حضرتك يمكن قلت في البدايه قبل ما اتكلم على موضوع عبد الناصر، حضرتك ما كنت شايف ان الرئيس جمال عبد الناصر قدر يحقق العداله الاجتماعيه ولا حتى الديمقراطيه؟ نعم. ليه يا فندم؟ طبعا الظروف اكيد طبعا الظروف يعني كانت اكبر منه، حتى الاجراءات اللي اخذها في الاصلاح الزراعي وبعض المرتبطه بالعقارات عبد الناصر في قانون 61 للاسف الشديد جدا احنا دلوقتي بندفع ثمنها لانه هو خد من الاغنياء عشان يدي الفقراء. هي حتى نظريا في علميا يعني انه انت لما بتاخد من الغني وتدي الفقير انت بتعاقب المنتج على انتاجه وتكافئ الكسر على كسله، انك انت بتاخده تدي صح. فهي نظريه ضد العداله يعني بالرغم من ذلك بيعتبروه ازاي انا عندي بتعب وشقيت وعملت ثروه كبيره جدا بمجرد انها قامت ثوره فانت تروح واخد مني وتوزع الثروه بتاعتي على ناس ما كانتش بتشتغل. لكن لما يبقى المجتمع فيه فئه كبيره جدا جدا اغنياء بشكل فاحش وعندنا فقراء تحت خط الفقر كتير برضو جدا، فهنا لما تعوز تطبق العداله الاجتماعيه هل ده بيرجع لاشخاص ولا مؤسسات ولا حكومات؟ اول حاجه لازم الحكومه، ولا بيرجع للاثنين مع بعض؟ وانت ازاي ممكن نوفر ده ونحقق ارض الواقع؟ هو 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 طبعا الموضوع مرتبط بالحكومه. اولا الحكومه تطبق ماده تكافؤ الفرص في اختياراتها ولا لا، يعني هل هي بتختار كفاءات ولا بتختار بالواسطه والمحسوبيه وده محسوب على فلان؟ وده يمكن اللي حصل في تشكيل الحكومه. بس هو حضرتك عايز تبدا من الاول كده واحنا مش هينفع. ما هي لازم الحكومه الأول. لا لازم الحكومه الاول. لا انا بقول انت دلوقتي كلهم بتشكل حكومه، ليه الحكومه مش بتادي الى نتائج ملموسه؟ لانها لم تطبق ماده تكافؤ الفرص على القيادات. في قيادات كتيره جدا موجوده داخل الشارع مش ظاهره، انت حاصر نفسك في سله معينه في مجموعه اشخاص بتعيد تدويرهم وما عندهمش خلفيه. يعني انا اقترحت كنت لسه احنا عاملين لجنه اسمها لجنه الخمسين لوضع خريطه مصر التنمويه، يعني دي مجموعه من المفكرين على مستوى مصر المهتمين بالتنميه موجوده. كنا يعني بنتكلم على طريقه اختيار القيادات والمحافظات. انا قلت بدل ما انت بتختار دائما من سله واحده والناس بدات تبقى حانقه على هذه الظروف، انا قلت انه ينزل اعلام في الجرايد انه محافظه القاهره محتاجه محافظ، محافظه الشرقيه محتاجه محافظ، محافظه اسوان محتاجه محافظ، وبعدين كل ويضع لجنه تابعه لرئاسه الجمهوريه اسمها لجنه وضع المعايير، يعني محافظه القاهره اللي يمسكها محافظ يبقى شروطه ايه؟ ده صحيح. المعايير اسوان ويتم بالانتخاب أكيد كمان. اكيد لا مش انتخاب، انا برضو عشان ما صعبهاش الانتخابات احيانا ما بتجيبش افضل حاجه طيب. بتجيب الاضعف ماشي. احنا خلينا بس نتكلم على اليه بعيد عن الانتخابات وفي نفس الوقت في شكل ديمقراطي بسيط جدا انه هو اكيد اسوان غير الفيوم غير بني سويف غير الشرقيه غير القاهره في امكانيات المحافظ المطلوب فيها بالظبط وطبيعه. فانا بضع هذه اللجنه وظيفتها انها تضع معايير لكل محافظ يجب ان ياتي، ثم تفتح باب الاعلان يتقدم. اكيد هتظهر لي قدرات انا ما كنتش واضحها في الحسبان، ناس جديده ما كنتش عارفها، وبالتالي اوسع مجال الاختيار يبقى كبير جدا، واللي ما يجيش محافظ ممكن يجي نائب محافظ، ممكن يجي سكرتير عام. اتحاد السياسات والتنميه لجنه ال 50 لجنه لا الاتحاد السياسات اللي حضرتك بتنتمي له ده يعني المفروض ان هو بيفكر وبيقدم مشاريع وبيعمل اجتماعات وبيحط قواعد وبيشوف ازاي ممكن يوصل يعني للعداله الاجتماعيه او عموما انه ازاي يبقى فيه على ارض الواقع مشروعات تنمويه بتتحقق. هي فلسفه فين المشاريع، فين الافكار بتاعتكم اللي ممكن تكونوا بتوصلوها للمعنيين عشان يطبقوها؟ يعني الدايره عشان تمشي لازم يكون في تواصل. اولا احنا اعضاء كاتحاد مصري لسياسه التنميه والحمايه الاجتماعيه، اعضاء في لجنه الخمسين لوضع خريطه مصر التنمويه، من ضمن 50 شخصيه بتمثل هيئات معينه. وظيفتنا ان احنا بنعمل دلوقتي حزم من المشروعات الكبيره جدا في كافه المجالات وتقديمها على مائده الرئيس القادم، يعني مش على المرشحين، الرئيس القادم لما يمسك مصر نقول له ادي خلاصه فكرنا ومجهودنا
اتفضل وكاتبين ازاي يتنفذ، يعني المشروع يتنفذ ازاي وهيعمل ايه ويتكلف قد ايه، دراسه كامله. لكن احنا كاتحاد رئيس مصر، ده هتقدم لرئيس مصر، رئيس مصر القادم اي مكان، ما تتعاملوش مع مؤسسات رسميه، لا احنا طبعا يعني. لا حاليا لا، لكن احنا دلوقتي احنا كمجموعه من الخبراء بنعمل يعني احنا سايبين المجال السياسي خالص، ملناش اي طموحات سياسيه، بنحاول بنشتغل لصالح الفقراء. احنا كاتحاد للحمايه الاجتماعيه يعني ايه فكرنا؟ الفكره الاساسيه بتاعتنا ان احنا مش عايزين نعمل تنميه تفتقد البعد الاجتماعي، اللي هو انك انت بتعملي تنميه بس في فقراء غير قادرين على مواكبه التحولات الموجوده في مصر دلوقتي. في تحول بعد الثوره، في نمط انتاج بدا يتغير، نمط علاقات بدا يتغير، في فئات غير قادره على التكيف. لو الفئات دي سبتيها ما كانش في حد بيحميها، هتتحول الى قنابل موقوته يمكن ان تفجر كل انجاز طبعًا انت بتعمله. ايه الفايده انت مثلا ترمم اسم شرطه وتعمل شارع وتاني يوم الناس تقوم بمظاهره تروح حرق الاسم وتحرق انت بتعمله كل يوم، فانت مش بتعمل نتائج، انت ما زالك بتحرص في الماء او تحرص ايه. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ اللي احنا بنعمله بنعطي صبغه للفكر الحمائي في برامج التنميه. يعني لو انا واجه مشكله زي مشكله اطفال الشوارع او مشكله عماله الاطفال، بقول انه مش بس ان انا اعالج اطفال الشوارع الموجودين حاليا، لكن بضع سياسات وبقترح سياسات ازاي ان انا اقفل الحنفيه بحيث ان الشارع ما يبقاش فيه اطفال شوارع تانيين. وفكره العصابات والنزول للشارع، ما هو ده فكر الحمائي. نحن ينقصنا في برامج الاقتصاديه وبرامج التنميه اللي هو فكره الحمايه، ان الدوله ما تعيدش انتاج فقراء جديد، ان ما يطلعليش ظواهر سلبيه تاني في المجتمع تهدم اي تطور موجود. يعني احنا ينقصنا الفكر الحمائي. انت المسؤولين عن التنميه في مصر كلهم للاسف على الساحه وفي مناصب قياديه كبيره جدا ما يعرفوش حاجه عن الحمايه الاجتماعيه، ما فيش حاجه عن التنميه. طب هو حقك من حقك تصعد انه لو لقيت الوزاره او الحكومه اللي انت بتقدم لها المشروع بتاعك ما بتتابعش او ما عملتش بيه، حقك تصعد الموضوع وتقدر ان انت يعني تخليه يجري. انا عندي صلاحيات طبعا، عندي اثنين صلاحيات. الصلاحيه ان احنا كاتحاد مصري المفروض انه احنا داخلين عضو في التحالف الدولي للحمايه الاجتماعيه برعايه الامم المتحده، يعني الامم المتحده بترعى هذا الكلام. بنشتغل على جناحين، جناح شعبي ان من خلال منظمات المجتمع المدني على مستوى مصر باخد جمعيتين من كل جمعيتين اهليتين من كل محافظه، وبعدين بنشكل شبكه اسمها الشبكه المصريه للحمايه الاجتماعيه. هذه الشبكه لما بتكبر بتبقى قوه ضغط على صانع القرار السياسي، تقول له احنا بنراقبك واحنا بنتابعك من خلال حاجه اسمها الدعوه. انا بشتغل ازاي الحاجه؟ يبقى انا بشتغل بقدم خدمات للناس اللي موجوده في الشارع دلوقتي اللي عندهم مشاكل مرتبطه بالفقر. الحاجه الثانيه بغير السياسات اللي بتجلي الفقراء دول طبعا. مش بشتغل بس، لان احيانا يبقى الفقراء دول ناتجين لان قرار سياسي غلط او خطه غلط، وبالتالي انا لازم العب على الاثنين، ما سيبش ده يتحول الى بلطجي او الى مجرم، وفي نفس الوقت اغير السياسات اللي هي موجوده وممكن تؤدي الى فقراء. انا طالب من كل جمعيات كاتحاد دلوقتي كسياسه اللي بتشتغل بيها ان كل منظمات المجتمع المدني بتعمل لي رفع لاوضاع الحمايه الاجتماعيه داخل المجتمعات بتاعتها، كل محافظه بتدرس لي احتياجات الحمايه الاجتماعيه من كل النواحي، وبعدين تضلي تصور من وجهه نظر المجتمع المدني ازاي نواجه هذه المشاكل. كويس. بجمع من كل محافظه التصورات والمشكلات والحلول بالتكلفه الماديه المطلوبه لمواجهه المشكله، وبعدين هعرضها لصنع القرار السياسي في مصر وهتكامل معاه مش هنفسه. يعني ايه هتكامل؟ يعني مثلا انا مش مع ان المستشفى ان الحكومه تبني مستشفى فتيجي الجامعات الاهليه تروح عامله مستشفى زيها. انا شايف الاول اهتم بالكفرنج التغطيه، بمعنى ان الحكومه لو بتقدم خدمات طبيه تامين صحي بنسبه 70% يبقى لازم منظمات المجتمع المدني تقدم 30% الباقيين، وبعد كده اشتغل بالجوده. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان كلنا بنشتغل في حته واحده سبيل الباقي، مشاريع وكلها متوقفه، ما لا كلنا مش تكامل بين الحكومه والمجتمع المدني. انت عندك يا ساره 50 جمعيه اهليه في مصر، لو انت حسبت عدد المتوسط في 50,000 جمعيه اهليه دول اصغر مجلس اداره 5 اعضاء، شوفي 5 اعضاء في 50,000 يعني عندك 2.5 مليون قوة مهدرة ممكن الدولة تعتمد عليهم في تحقيق التنمية. ما هي دي الفكرة يا فندم، ده كان سؤالي. هل حضرتك شايف ان في دعم جاد من الدولة للمجتمعات لدعم المجتمعات المدنية عامة، يعني او نقدر نقول خطط المجتمع المدني الايجابيه ولا لا؟ اولا بصراحة يعني لا، الحكومة في مصر يا دينا، بس الحكومة في مصر دايما ما بتعملش حساب الا لجمعية حقوق الانسان. يعني الجمعيات اللي بتقدم خدمات حقيقيه للمواطنين وتشتغل لصالح هي بس اللي بيرعبها جمعيات حقوق الانسان، لكن الجمعيات الاهليه في مصر بتتخذها الحكومات دائما واجهه للديمقراطيه. عندنا مجتمع مدني فتحنا المجال للتوسيع، لكن اي نوع من الدعم بيروح بس للجمعيات ذات بناءات القوه، يعني الجمعيه اللي بيحكمها رئيس مجلس اداره او مستشار او رئيس جامعه راجل اللي هو متقاعد من الشرطه او الجيش، لكن الجمعيات اللي انشئت فعلا لتقديم خدمات حقيقيه للمواطنين لا تلقى اي نوع من الدعم
من الدولة، وبالتالي عندنا خلل في العدالة في توزيع اسندات الدولة على الجامعات الأهلية. طب وازاي ممكن تغيروا المسار ده عشان بالزبط. نتغير من القشرة اللي حاطينها من بره، اللي هو ازاي نحافظ على شكلنا قدام حقوق الإنسان ونسيب بقية الجامعات الأهلية والتنموية واللي بتقدم مشاريع فعلا إيجابية للشباب وللمجتمع ما نديهاش أي حاجة؟ الأول هي قناعة. إيه دور الاتحاد؟ لا هي قناعات الدولة. أول حاجة لازم يجيب قناعة، يعني دولة لديها قناعات بأهمية المجتمع المدني اللي موجودة، وإن هو جه عشان يساعدها ويوفر لها موارد ممكن تفقها في الهدر. للاسف ان الدوله ما فيش اي نوع من التكامل بين الجامعات الاهليه والدوليه. يعني انت مثلا دلوقتي اي جمعيه اهليه بتتلقى تمويل من اي منظمات بيعتبروها عميله او خاينه، على الرغم ان هذه الجهات اللي موجوده في مصر اللي بتمول جمعيات مرخصه دوليا وواخده ترخيص في مصر انها تعمل في مصر. طب ازاي انت مديها ترخيص ولما اجي انا اشتغل معاها تروح تتهمني ان انا عميل او خاين؟ انا بشوف يعني مش عايزه اعمم، بس يعني انا بشوف انت اديتها ترخيص. ما هو للاسف فين بتروح فين التمويلات دي او بتروح فين التبرعات دي؟ ما التمويلات لانه مفيش تكامل بين الحكومه والاهالي، وفي بعض العصابات الجامعات الاهليه. انا مش برضو انا لا ادعي ان الجامعات الاهليه كلها ملائكه، لكن فيها شويه شياطين. احنا محتاجين نضع ضوابط حقيقيه لعمل المجتمع المدني وتكامله مع الحكومه، وده لازم ان في قناعات حقيقيه موجوده لدى الحكومه وانها تمد ايدها للمجتمع المدني وتضع اليات للمراقبه والضبط. مش مساله ان انا في اي وقت ممكن يدخل عليا تفتيش او يدخل عليا مش عارف ايه يقفل لي الجمعيه. طب ما انا مرعوب، يعني لازم يديني شعور يعني احساس بالامان والعمل والدعم حتى لو الفني. لكن للاسف الحكومه زي ما قلت لا تعترف بالمجتمع المدني الا وجهه كمال، يعني فقط كمال منظره ديمقراطية وليس عمل حقيقي في الشارع. هل حضرتك شايف ان ممكن الحكومة الجديدة بتشكيلها الحالي والتصريحات اللي قالها عدد من الوزراء دلوقتي ان هم يقدروا يحققوا العدالة الاجتماعية؟ لا انا اعتقد ان هو طبعا هو قال انها حكومة قتالية. انا اقول هذه الحكومة سوف تؤدي تشكيل الحكومة كان تشكيل سيء جدا، اختيارات سيئة جدا، وانه هذه الحكومة تؤدي ليس عدالة اجتماعية ولكن تؤدي الى عدالة قتالية، وسوف تؤدي إلى زيادة عدد التظاهرات الفئوية الموجودة في الشارع وتخلق أزمات كثيرة. وحديك نموذج، لما يجيب الصندوق الاجتماعي للتنمية وزارة التضامن يجيب واحدة ملهاش علاقة خالص بالرعاية الاجتماعية أو العمل الاجتماعي تمسك وزارتين، أنا بعتبر الصندوق الاجتماعي وزارة، وبعدين يعرض عليها فيقول لها هجيبك وزير التضامن، فتقول له بشرط اني انا ابقى في مكاني في الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي ده مؤسسه كبيره جدا مسؤوله عن الفقر في مصر، على الرغم ان الصندوق الاجتماعي لم يقدم اي نوع من الخدمات خلال ثوره يونيو ولا اي دور في مشكله الفقر الموجوده في الشارع، الا انه يجيب واحد فقط يديله منصبين كان مصر نادره كفاءتها. يعني هذه الاختيارات الموجوده تؤدي الى مزيد من المشكلات، مزيد من الازمات الموجوده. يعني انا اتصور يعني حضرتك شايف انه تاريخ الوزراء اللي اتعينوا دلوقتي في الحقائب بتاعتهم ما بيعبرش عن المشاكل؟ انا ما اعرفش كفاءات. انا لا مش أولاً هذه وجوه بالنسبه لي انا شخصيا جديده جدا، ليس فيها تاريخ مهني معروف في معظم المشكلات. اتصور انها هتواجه تحديات كثيره. اولا الخبره مش موجوده، الفتره الزمنيه اللي هتمسك فيها لمده شهرين من حق رئيس الجمهوريه في ابريل لما يجي يعيد تشكيل هذه الحكومه، ده هيكلف الدوله موارد كثيره جدا. ان ازاي انا دلوقتي عندي اكتر من 250 وزير على المعاش في 3 سنين، وده في 30 سنه اللي مسكهم مبارك. يعني تخيل واحد يمسك شهرين وبعد كده ياخد معاش طول الحياه انه وزير على المعاش، ده بيكلف الدوله نفقه كبيره جدا. يعني طبعا العائد منه لخدمه مصر اقل بكتير جدا من 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 التكلفه اللي هو هيتكلفها من موارد الدوله. والله يا فندم مصر محتاجه يعني نقدر نقول ايه، خطط، وخطط موضوع من كفاءات. ما هو مش بيدي الفرصه للكفاءات، هو دلوقتي ما زال بيختار من سله زي ما انا قلت سله واحده مغلقه. المستقبل كده الحقيقه مفرحه قوي يعني. لا هي خلينا نكون واقعيين، بس الموضوع مش مسمى موضوع واقعي شويه، هو موقع مؤلم بس هو واقع حقيقي. ومساله تفاؤل يا دينا برضه هي مش مساله تفاؤل يا جماعه، هي مساله اني انا فعلا بحب البلد دي وعنده رؤيه ولا لا. لكن انا لو هو ده راي المتخصصين والناس اللي بيشتغلوا في الاتحادات والمؤسسات انه الحكومات اللي عماله بتتشكل في كل مره برضه بتختار القيادات يا ساره من التلفزيون، بتختار القيادات من شاشه التلفزيون. يعني انت فجاه تلاقي واحد ناشط سياسي يقول لك اتعرضت عليه الوزاره مرتين ثلاثه بمجرد بس انه اتكلم. بص دائما اللي بص يا استاذ صلاح احنا ايه، نستنى شويه نشوف ايه اللي هيحصل. استنينا كتير والله، استنينا كتير. شعب صبور احنا ابطال بس استنينا كتير. يعني اعتقد يعني ما فيش في العمر باقي ولا الدوله تستحمل ان احنا نصبر اكتر من كده. يعني لو هذه الحكومه، يعني انا بنصحهم دلوقتي على الهواء بقول لهم ارجوكم
يعني تجنبوا المشكلات الحياتيه للمواطن المصري الفتره القادمه. نحن داخلين على انتخابات رئاسه وانتخابات برلمانيه موجوده، ارجوكم موضوع الكهرباء، موضوع انابيب البوتاجاز، المشكلات المرتبطه بحياه الانسان واستقراره تفادوها لمنع الازمات. يا ريت ركزوا شويه يعني في الحاجات دي، تيسير حال الناس ارجوكوا بس. الناس مش هتستحمل، الناس دلوقتي عرفت الطريق بتاعها ازاي هتقدر تاخد. انا مش عايز حكومه تعمل بالضغط ان انا علشان احقق مطلب لازم اعمل له تظاهره واعمل له اعتصام واكسر له الشوارع واحرق اسم الشرطه. انا عايز حكومه تستجيب بشكل حضاري لمطالب الانسان قبل ما تحصل. هل دي فرصه للمهندس ابراهيم محلب بوزارته الجديده؟ وان شاء الله يا رب نشوف. انا بقول له برضه للمهندس ابراهيم محلب، بقول له يعني لو لو لو, لو اسمع كلامي هقول له اعمل خليه عندك في مجلس النواب اسمها خليه قياس الراي العام، يعني قبل ما يصدر القرار قبل ما يتخذ اي حاجه الخليه دي تجيب له رد الفعل في الشارع قبل ما يصدر القرار. بس يكون رد فعل حقيقي ونبي عشان فيك الناس نايمه في العسل لا رد فعل الحقيقي بجد. بس علشان كل حاجه تمام القرار بيؤدي الى كوارث كبيره. انا عايز اقول يعني كله تمام يا ساره، كله تمام كله هيبقى كويس. دكتور صلاح هاشم بشكرك يا دكتور على وجودك معانا، ولازم يكون لنا لقاءات تانية، وبتمنى ان شاء الله المشروعات دي تشوف النور فعلا، لان هي دي المهتمه بالفقراء ومهتمه بالمواطن المصري اكتر من الانتخابات البرلمانيه والدستور والكلام ده كله. شكرك يا فندم. شكرا. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا، كله هيبقى كويس ان شاء الله.